وأنتم أيها الأصدقاء الأعداء في الضفة الأخرى تبدون كالأشباح الكالحة من كثرة ما تمضون من أوقاتكم في الحمامات. هناك أشياء كثيرة مهمة في الحياة يا سعادة القنصل. ربما يكون هذا صحيحا يا عزيزي، فأنت تجد دائما أوقاتا كافية للهو كما أسمع، بينما أكون أنا غارقا حتى أذني في مشاكل هذا البلد. أقصد مشاكلكم أنتم في هذا البلد، أنتم تتعاملون معه كأنه الهند الجديدة. كل شيء بالتنسيق يا صديقي، كل شيء بالتنسيق، ولا شيء يتم خارج القنوات الدبلوماسية والاتفاقات المبرمة. وهل من بين الاتفاقات المبرمة أن تتحول سوريا إلى سوق للبضائع الإنجليزية، وأن ينتقل ذهب دمشق إلى بنوك لندن؟ إذا كان هناك اعتراضات فنحن جاهزون دائما كما تعلم للحوار. هل تعتقد أنه من المناسب الآن الحديث عن التنافس الاقتصادي في هذه المنطقة ونحن معا نخوض حربا ضد الروس في سيباستوبول؟ أرجو ألا تكون عديم الصبر يا سعادة القنصل، فحصار سيباستوبول لن يدوم طويلا، وقيصر روسيا نيكولا الأول يعاني من سكرات الموت كما تعلم. معلوماتنا تقول إن الإسكندر الثاني أكثر عنادا من أبيه. ألا تستطيعون نسيان شيء أيها الفرنسيون؟ ماذا حدث إذا لم يعترف القيصر نيكولا بنابليون الثالث إمبراطورا من اللحظة الأولى؟ هل يجب أن يرث وزر ذلك حتى أولاد أولاده؟ افتخار والي شام شريف صالح ومقبشة. مبارك أفندم. أفندم؟ لابد أنه يعلم أنني أنا من استحمى اليوم جيدا. إن كل الحمامات التركية لا تكفي لكي تزيل فضيلة الدهاء عن رجل إنجليزي واحد. كم تحبون المبالغة أيها الفرنسيون. لقد مهد له الكيخي عن الوضع الدبلوماسي في دمشق. بيسير، ولقد خصكم بما يلزم من التعريف الضروري. على أي حال الكل يعلم بأنه يعمل لديكم يا سعادة القنصل. لم يعد كذلك يا سعادة القنصل، فقد صدر أمر بتغييره هو أيضا، ولكنه لم يعلم بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. سعادة قناصل دول في دولة عليا، افتخار مشايخ مكرمين، قدوة أماجد أعيان. Thank you.
لما سألك يوما يا سيدتي، هل أنت متزوجة؟ إنك تسأل الآن كما كان يسأل شيخ القريتين. ترى هل لديك الدوافع نفسها؟ أنا آسف، ولكنني كنت أظن أن أنت أقل رجل قابلته في حياتي إفصاحا عن مشاعره. إنك لا تشبه البدو بذلك يا شيخ مجهول. ربما لأنني تعلمت في المدن الشامية وجبت الكثير منها، والناس يظنون هناك أن إخفاء المشاعر هو نوع من الكياسة. لكنك لا تعرف أيضاً كيف تخفي مشاعرك، فوجهك البدوي الصريح لا يعرف المراوغة. وأنا لا أريد أن أراوغ في مشاعري، فالعين مرآة القلب كما نؤمن. وطالما فضحتني عيناي فأنا أنتظر منك جواباً. وأنا لا أستطيع أن أكذب على هاتين العينين الفيضتين مثل ينبوع. أنا امرأة حرة طليقة، لقد عرفت الزواج والرجال وأنجاب الأطفال، لكنني أحس الآن وهنا أنني أعيش حياتي من جديد، وأنني أشتهي كل مباهج الدنيا التي كنت قد عرفتها ومللتها وهربت منها. لقد عشت طويلاً حياة الملوك والقصور والنبلاء، لكنني مللت لغوهم ودسائسهم ومحاصرتهم لي ومحاولاتهم لقمع رغباتي وحبس مشاعري، فأتيت إلى هنا، إلى حيث يمكنني أن أصرخ وأعدو بجواد روحي في كل الاتجاهات دون أن يقف شيء ما في وجهي. وأنا أيضاً يا سيدتي أحب منظر الأفراس وهي تركض في البرية حرة طليقة عارية من أي قيد. ولطالما بكيت عندما كنت طفلا صغيرا كلما حاول والدي ربط إحدى المهار وترويضها ولجم جنونها، ولكنني عندما كبرت تعلمت أن ركوب الفرس الغير مروضة أمر لا تحمد عقباه. لكنك تعترف على الأقل أن الأفراس البرية أكثر جمالاً وبهاءً لأن دماءها مليئة بالحرية والعنفوان. كان جدي يقول في نهاية إحدى حكاياته إن الفرس التي لا تروضها بنفسك في الوقت المناسب لن تستطيع أبداً أن تروضها فيما بعد. ربما هذا كان صحيحاً، ولكن أعظم الأفراس جنوناً تستجيب في أي لحظة لليد التي تعرف كيف تطوق عنقها في حنون. إنك تركضين بي يا سيدتي إلى متاهات لا أعرفها، وأشعر وأنا الدليل في هذه الفيافي والصحارى الواسعة، وكأنني أضيع في دروبك المجهولة. إننا نكاد لا نعرف شيئا عن بعضنا حتى اللحظة. هذا صحيح، وأنا أيضا أود أن أعرف قبل أن يطوق عنقي أي شيء غير اعترافي بجميلك في إنقاذ حياتي، وأود أن أعرف شيئاً ما عن الأفراس التي تنتظرك هناك عندما نصل إلى العشيرة. عم الشيخ، عم الشيخ، جاء خبر من الشيخ مجهول. عم الشيخ، هلا محمد، هلا محمد، هيا ولدي بشر. وين الربع؟ وينكم انتم؟ تطمن يا عمي، الشيخ مجهول بخير والربع كلهم سالمين. وينهم الحين يا حمد؟ ليش وخركم علينا يا حمد؟ شو صار وياكم؟ الحين احكي لكم السالفه. ايه تفضل، فوت يا ولدي، فوت فوت. قل لي يا حمد، ما عرفتم منهم البواقين اللي هاجموكم؟ تراهم غرب عن الديرة يا عمي، وما من شيء يدل عليهم أو يشاور عن عشيرتهم، لكن بعون الله رديناهم خايبين منكسين. كفو يا بوي، كفو. ترى ما يجرع على ابن المصرب الغريب يقصد السلب والنهب. ناشدتك بالله تصدقني عن جرح الشيخ مجول؟ تراه بخير وصحته زينة،
وهو اللي طرشني يمكم خبركم انه يبي يجي وراي مع الربع يوم يطيب جرحه. زين زين، لكن علمنا الجرح كبير صغير مكسور، ايش الاصابه؟ الاتكال على الشافي المعافي. تراه ما هو مجروح جرح خطير، لكن الله ستر، لولا الانجليزيه كان واحد من الغازين خلص عليه. لها انتم اشتريتم بروده انجليزيه من الشام يا حمد؟ لله يا عمي، اقصد الخانه من الانجليزيه اللي جت معانا. شنو؟ يلا هكا يلا هكا نفس الطريقة يلا هكا يا مين يا أختي؟ ما أدري يا أختي، ما أدري. ما عندك ولد؟ ما عندك اختيار بالأسنان؟ كعكات طيبين على كيفي. إي والله سلامة. حرامي شو حرامي؟ أنا أروح حداك وعوم وعوم. شو صار عندك؟ لقيتك يا سيدي سرقت الكعكات وهلا. كعكي؟ شنو الخبز؟ نعم سيدي، كيف ابن الحرام انك سرقت لي كعكي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لسه ما استفتحنا. امشي حرام. شو هذا؟ ما الحرام يعني؟ معلش لك اخي طول بالك، حرام بيكون جوعان. امنا بالله، عندي اولاد بتطعمين، هي سابع مرة بدل الكرز سنة وما بيزبط معي. بعينك الله، بيعوضك الله لك اخي. ماشي حال، لا اله الا الله. يلا على الكعك يلا على الكعك هذا الكعك يلا على الكعك. اسمعي يا نفيسة، انا بيتي مفتوح لك اذا حبيتي تشتغلي عندي. مثل ما لك شايف البيت كبير وبده خدمه، وبتأمني أكلك وشربك وملبوسك. مين عم يدق الباب؟ أنا أم عبدو. مين أم عبدو؟ افتحي يا أدم الخير، شو ما تذكرتيني؟ أهلين أهلين أم عبدو، كيفك؟ إن شاء الله منيحة. خير، لازمك شي؟ الحقيقة يا أدم الخير، جار الزمان علي وداقت فيني الدنيا يا أختي. قلت لحالي بيجي لعند ست الخانم، بركي بتشغلني عندها مثل ما وعدتني. بس الخانم نايمة وما فيني فيقة. ولا قلك؟ فوتي فوتي بعدين بنحكي. فوتي فوتي أم عبدو، هلا شوي تانية بتفيق الخانم. السلام عليكم. شو؟ إن شاء الله شحلتي، لك خفي إيدك. إن شاء الله ما يكون فرط اللبن. طالما شفتيني تعوقت ما تقومي تحركي اللبن؟ يبعث لك حمى شو نايطة. خليني ساعدك أنا إذا نحيت. إيه الله يخليك أم عبدو، حاكم هلا بتفيق الخان، بدي جهز لها قهوتها. شو بدكم تساووا بهاللبنات؟ هدول منشان اللبنية. حاكم اليوم عنا أكلة كبة. طمنيني، إن شاء الله شاطرة بتعرس الكبة. يا أدم الخير. إن شاء الله تكرم. يا أدم الخير. إيه إيه ستي يلا جيت. فائت الخانم، إن شاء الله بتكون رايقة وبتنولك مرادك. شو علي؟ أنا ما برجع بكلامي. أنت باين عليكي مرة بنت حلال ومكسورة الخاطر. شو قلتي لي اسمك هداك النهار؟ مخدومتك نفيسة، أم عبدو يا ستي. شوفي يا أم عبدو، الله وقف لك هالخانم الإنجليزية من شان تفوتي على هالبيت وتتعرفي على أهله، وأنا وعدتك ورح أوفي بوعدي. بس أهم شي عندي الأمانة وقضيان الحاجة من تم ساكت. آخ يا ستي، الله يقدرني على رد جميلك يا خانم. الله يديمك ويخلي لنا إياك يا ستي. آغا طبعه صعب بس قلبه طيب كتير. عكل حال اعملي جهدي قد ما بتقدري، أول ما بتشوفيه بتتمغيبي عن الوش، لأنه الخانم ما بتريد حدا يخدمه غيرها. بالغرفة اللي على يمين الدرج فيها مراد أفندي ومرته هنية. هاد هاني ومرته هنية، ما بتسمع منه إلا الكلام الحلو. رجال رايق ما له شوكة ولا دباح. يا عيني. بالغرفة الصدرانية
فيها مدحت أفندي ابن الآغا الصغير ومرته الدرية خانم من بنات. حلف عليها 100 يمين إذا جابت بنت هالمرة مالها مرجوع لعنده. يا شو هالحكي؟ مثل ما عملوا المرأة بطنها لحلقها خلاها تطب وجدها وتدشر بناتها وتروح لبيت أهلها، وحلف عليها 100 عظيم مالها مرجوع لعنده إذا ما جابت الصبي. يا حرام الشوم، وهالبنات مين عم يربيهم؟ عمته النازك، ما بتتذكريها؟ هالبنت الله ما كتب لها نصيب تتجوز وتشوف الضنا، ما بتلاقيها إلا حطتن حواليها مثل ما تقولي ولاد قلبها. يا عدم الخير. نعم ستي. ما صار الأكل، هاي شي يحسن لهالبنات. يلا يلا. زهرة. أمرك ستي. قومي جيبي لي قرصين كبة لهالبنات، شموا الريحة واشتهوا. وهالياسمينات شو بدي ساوي فيهم؟ حطيهم بالصحن وطاليهم لأمي على غرفتها. وانتي ما بدك تساوي طوق لحالك؟ أنا ما بدي، روحي من وشي. عمتي، انتي ما بدك تساوي طوق لحالك؟ عمتي، انتي ما بتحبي الياسمين؟ آخ يا عمتي آخ، لمين بدي حط الياسمين؟ مين بده يشم؟ مين بده يضم؟ أرجوك أكملي يا عزيزتي. هل تعجبك طريقتي في الرسم؟ تعجبني هداك، إنهما تطيران فوق الورق مثل حمامتين. إنهما حمامتان نحيلتان وكالحتان. انظر إلى ذي الركية كيف تبدوان أكثر صحة ونفعا. إن يديك بالنسبة لي مثل همسات الحب وغيمات الربيع. إنني أحسد نفسي يا سيدتي على اليوم الذي كانتا تمسحان فيه فوق جرحي كالبلسم. لقد وقعت في هواهما منذ تلك اللحظة، وتمنيت لو لم تبرأ جروحي أبدا. انتبه يا شيخ مشول وخذ حذرك، فالحب معركة لا شفاء لجروحها، وحين تقع لا يمكن الهروب منها. وأنا لست بشبان أو مجنون حتى أهرب منها. أنا مستعد أن أدفع كل لحظة من لحظات حياتي وآخر قطرة من دمي كي تكوني لي. لقد صار قلبي ملكك منذ تلك اللحظة التي دفعت فيها بحياتك من أجلي، ولكن كيف يمكن أن نكون معا؟ أي شيء يمكن أن يربط بيننا؟ إن هذا مستحيل. الزواج يا سيدتي. الزواج؟ نعم. ألا يمكن لبدوي أن يطلب يد إنجليزية نبيلة على أعرافه وتقاليده؟ على الأعراف والطريقة البدوية؟ نعم، فأنا لا أعرف طريقة غيرها يا سيدتي. تقبليني لست رجل على سنت الله ورسوله؟ قولي قولي، قبلتك قبلتك وحق البر وخالق البر، لا توق ولا أبوك في سنت الله ورسوله ورباط العيش ورب العيش. أنا ليك زوج وانت لي حليلة. اثنين وعشرين رطل. 20 ولا 22؟ لا 22. أيد عندك 22 رطل. يلا نزل عمي. الله شيل أبو أحمد شيل. يلا يلا تكرم تكرم. بس هم طولين؟ لا لا هذا آخر كيس. بكرة من قبل العدس بنكون خلصنا الجردة. طيب مراد أعطيه سكار وصرفه، خليني أعرف ظبط الدوب يعني. يلا. تعال أبو أحمد. يلا. اتكل على الله. نعمة، الله يديم عليكم وعلينا. يلا السلام عليكم. لا تأخر بكرة. لا ولو، السلام عليكم. وعليكم السلام.
يلا حلت. شو الاغا ماله جاي؟ ابوك كان عنده اليوم مجلس داير مع الوالي الجديد، واكيد راح برانية على البيت. وانت مالك رايح على البيت؟ شو بدي روح ساوي من هلا؟ لكن عمي قال اعزب دهر ولا ارمل شهر. خدعتك بالله، مو جاي على بالك تروح تشوفها تطمن عليها تسأل عنا على القليلة ولدت ولا ما ولدت؟ شو يا آغا؟ ما أنا أوان الصلحة؟ مراد الله يرضى عليك طلع من راسي ولا تتدخل بهالقصة. لك ما حن قلبك لك مدحت. لأيمتى هيك بدك تضلك نكد وتنكد على اللي حواليك؟ لأيمتى؟ أخي كل عنزة معلقة من كرعوبة، تعال البس طربوشي وقعد محلي. لا لا عمي لا بلبس طربوشك ولا بتلبس طربوشي. بدك شي؟ لوين؟ عالصلاة. وبعد الصلاة؟ مبينة مثل العادة على قهوة خبيني عند الحكواتي. لا وانت السادق على قهوة مصلبت العمارة، الليلة في بابات للكركوزاتي بخاطرك. سلامة. شكروم أفندي نعم نعم مالمي. الله ينعم علينا وعليك ويرحم والدينا ووالديك يا مؤدب يا موجب. اللي وين عمك كراكوز؟ عمي كراكوز بالبيك معلمي. بدك شي منه؟ بدي العب انا معلمي. هاي ودعة وهاي خرزة. هلا قبل ما تلعب اللي لشوف شو عم يساوي بالبيك ليكون عم يشارك الحمار بعليو. اسم الله عليك شبك دريه. شبك يا مو شبك؟ صار لك يومين كل ما سمعتي دعسة بتنطي وبتتعمشي على الشباك مثل البجلونة. قلبي محسسني انه بده يجي يا مو. لو بده يجي ما قطعك كل هالايام. كان بين هو او حدا من اهله. يا عيب الشوم عليهم، حدا بيقدر يتحكم بالخلفة؟ هاي شغلة من الله. يا مو ميتة من رابتي ليكونوا اهله لعبوا بعقله وجوزوا. كنا سمعنا. معقولة ابن الآغا المباهي يتجوز وما ندرى؟ طيب كيف له قلب يا مو؟ كيف له قلبه ما يجي؟ وهو بيعرف انه ابنه بطني. كيف له قلب؟ طولي بالك يا بنتي وحاجة تحكي هيك حكي. شو ما اجى من الله منيح. المهم السلامة والخلقة التامة. صبي بنت مو فارقة. صبي يا مو. صبي. مدحت بده صبي. بوز ايدك يا مو ما تفولي وتقولي بنت. بوز ايدك يا مو قولي صبي. صبي باذن الله يا مو. مثل ما انك سامي لك ما بدنا نتجوز بقى.
بعت العريس للعروس، فين الفستو؟ فين البندو؟ لا بتضرزي، ليش ماني جايب لي؟ ايه هات لشوف. لك مد ايدك وقبل لك بدي اياها ليه؟ شو ها؟ كعب جزع؟ لك احمدي ربي، فلتت من دمي. اخود لكن طالما فلتت من دمها. اقعيني ان شاء الله ما بتشوف فيها. يلا بقى يلا بقى. استحي يا رجال، يمكن الاولاد لسه ما ناموا. لك ناموا ناموا، تعي لقلك تعي. عنا عوايد. لك شو هالعوايد؟ ليلة الدخلة منربط للعريس عيونا. لك لا بقى هون اشتغلوا الغش. هيك عوايدنا، ان حبيت اهلا وسهلا، وان ابيت انت حر، كل مين حبه بعبه، ما صار شي لحد هلا. ايه يلا امرنا لله، انا رح اغمض عيوني عالسيكا. كمان عنا عوايد. هلا واكرت معي. بس قول ارى هوب، لا بتكلمني ولا بكلمك. لك يا الله يلعن هالعادة. نحن عوايدنا بيقعد العريس مع العروس بيلعبوا مع بعض. بتتغنج العروس شوي، كل شي على المفضوح، عرفت شلون؟ كل شي على المفضوح، هيك لازم. هيك عوايدنا، لا تخليني ازعل منك وحياة الله. لا بطل اتجوزك. لا 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 لا، شو بطل تجوزيني؟ امرنا لله، يلي بدك يا بيصير. ارى هوب. دخيلك يا امي. طولي بالك يا بنتي، طولي بالك. يا ربي يا رب، شدي حيلك يا بنتي، قربي. امي شو يا بدنا نتجوز؟ يا بنت عمي يا بنت عمي، مغطي عيوني انا. ارجيني العمى، شو بطيخه؟ يمكن حاطه اشار حرير. ارجيني شو لك شبر العمى، شو كمان شبر
يا بسيطة يا كل شيء بيهون يا مدبر. لا ما شو ها شو ها يا حبيب قلبي يا عريسي يا زوزي وحلالي يحيي فؤادك مثل ما حيات فؤادي. لك فرقيني لك فرقيني يا لك فرقيني مشان محمد فرقيني. كيف بدي افرقك؟ اتفرنجلك اغنجلك تع ولك تع ولك تع يا حبيبي تع تع تعطيني بوستين. يا بني لو يبعت لك قتلك شو هاد؟ الله يلعن ابوك ويلعن عواظ اللي بعت لي هاكي. يا حبيب قلبي تع تع كل واشرب والبس واحتدي وارفص الصحن برجلك وخذ كل يوم بعشر ليرات اصمل لي. لك فرقيني لك فرقيني لاخولي وينك يا مرتي تعي الحقيني وينك يا مرتي تعي الحقيني. لك وين رحت يبعت لك قتلك وين رحت خود اللي بدك له وتع. كيف جرى وتذكرتنا؟ شبك واقف؟ ما بدك تفوت؟ فوت؟
لم أكن أظن أبداً أنني في يوم ما أدخل هذه المدينة كما دخلتها زنوبيا. وقد نجوت من معركة وإلى جانبي فارس الشجاع الذي يغمرني بحب آسر لا أستطيع مقاومته، وأن فجراً ستسطع شموسه على وجهي وسط هذه الصحراء فتذيب كل صقيع الأيام الماضية وتدفع الدفء في قلبي وأوصالي. كل شيء يجري وكأنه محض خيال أو غفوة منام. حمله إلي كتاب قديم قرأت عن الشرق وحياة البدو الذين أشعر الآن أنني أصبحت واحدة منهم. أنا الليدي جين ديكبي، حرمة الشيخ مجول المصرب. بشر يا حمد، بشر يا ابوي، بشر ترى الشيخ مجهول وصل هو ربعه سالم غانم. الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير، يهنيك بسلامته يا شيخ. الله يسلمك يا ربع، الله يسلمك. حمد الله على سلامتهم. الحمد لله. هلا مجهول يا شيخ، هلا الله يسلمكم. هلا بالشيخ مجهول. هلا هلا يا هلا بالشيخ. الحمد لله على السلامة. هلا بخوي. الحمد لله على السلامة يا شيخ مجول. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. هلا يما، هلا هلا هلا. ولعت قلبنا عليك يا ولدي. هلا يما، هلا هلا. ولعت قلبنا عليك يا ولدي. يا هلا بيك بضيوفك يا شيخ. رضا الله ورضاك يمك. أنا بخير وصحة زينة. شبيب شلونك يبا؟ مشتاق لله. هاني مشتاق لك زود. الشيخ عفته يا شيخ. الشيخ عفته يا بعد روح. شلون تشوبه؟ شلون مشتاق لك يبا؟ انا مشتاق لك اكثر. اي وين مسجه؟ مسجه الضيفة ترتاح عندك. هلا بيك بضيوفك يا شيخ مجول. تفضلي. رحلوا من هين، ما هي فرجة، الله ياخذ عيونكم. الشور عندي إن ما يصير نتركهم بعد فعلتهم الشينة هذه. لزوم إن نتعقبهم، نعطيهم درس ما ينسوه أبد. كيف نكفي أثرهم يا شيخ وحنهم؟ ما ندري منهم، هم أي عشيرة. أنا أقول يا هالربع الصحراء ما تخبي شي أبد، وحنا لزوم اندزمني قصة ثرهم ويتبع أخبارهم بين العربان لحين ما نعرف منهم، وساعتها لكل حادث حديث ودواهم عندي يا هالربع. كفو يا شيخ كفو. لكن وش كان طلبهم يا شيخ؟ طلبهم السلب والنهب، وما يتوانون عن القتل وسفك الدم إن ما نالوا مرادهم. بس أنا أقول إن مرادهم كان خطف الخانم الإنجليزية وطلب فديتها. وش ما كان مرادهم يا هالربع، حنا لزوم ما نسكت عليه هبد. حنا نلحم طريق الحجيج يا هالربع، وندل الغريب، وسلامة ضيفتنا من كرامتنا بين العربان، وسبب رزقنا عند الحضر. اي صدقت يا شيخ، لكن لابد من سبب
اللي يخلي قطاع الطريق يتعدون على الشيخ مجول. ولزوم انها الخانم الانجليزيه وراها سالفه. الخانم الانجليزيه بعد ما ترخص لي اخويا شيخ محمد تكون حليله لي على سنة الله ورسوله. تريد تاخذها لحرمتك؟ تراك تدللها زيادة، وهذه ما هي عوايدنا يا شيخ مجول. ما هي بعدها عروسي. المفتي وإمام القلعة وأحمد بيك أكريبود كلهم يا رجل عزمتهم شخصي وبالاسم. أنا قلت لكم يا هالربع من الأول إن الخانم الإنجليزية هي السبب. وش يدريك هند إن هي السبب؟ هاي هي بنت أختي. خدامتك يا ستي. هذا الصبي ابني وابن مدحت. بوس إيدك ورجلك سكري لي هالسيرة بقى.